كمان اللي مات جيم كوريان كان إذن سلام بام خان إن شاء الله أتمنى إن شاء الله تري مليح كل شيء مليح عائلتكم كل شيء بخير وعلى خير وخا بسم الله إن شاء الله نهارا عليكم نقدم إن شاء الله إذن وصفة جديدة إذن طريقة نظنة بستيلا طريقة نظنة إن شاء الله. السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ مرحبا بكم عند قناة فاطمة خالدي. اليوم إن شاء الله ندير لكم بستيلا، ماشي انا الشيف ديالنا، على شكل مختلف بطريقته. يلا على بركه الله. بسم الله. انا ولكن الكفتاني نداد نيغو يازي مخماني غو كسوم وممات خصك ني غير مال. المهم هذا الكفتانيش ام غزار ما ميه كفته الداند او لا اللي عندكم، المهم المتوفر عندكم. على ليتي المغاسقه نفداوش اني يقبوزني، ما زرني يقبوزني هادو في ديوشات الغلاط. هانتوما كتشوفو راهم طيبين، طيبهم سنخ فان في مال الله. هانتوما امو غزار مامية ماشي اللي كنديرو في الحريرة، هادو راه غلاط شوية. هانتوما كتشوفو ميني قبوز مرو غاكم ماشي استعملوني زدان في مال، ولكن هنا قبوز حسن في مال الله. هاي اللي غار روز عندنا الروز انتيغرال سننخ مخ ميقا روز موجبو المشكي هو راه دار انتيغرال، وانتوما ديروا الروز اللي حبيتو نتوما. المهم سننخ وانيت نعاود كيف كيف سننخ تسختي تجي غدانيتي في مال الله راه طايب حتى هو. هاي يعني كاين ايش نتفرفتش فلفله خضراء، هاي نتفرف تعاود نضيف تزكوا فلفله حمراء، هاي ثاني كاين طوماطيشين جوج ماتيشات مقطعين تزيت تزيت، هاي ربص ثلاثه تيمز يعني عاود تسخن تعاود تيزاري نعاود ثلاثه بصيلات مشلضين عاود ثاني صغار، هاي الدهن عندي الدهن السمن او لا ماشي السمن الزبده بحال البلديه. المهم الزبده شي لقاش ندير سما زير هاي ثاني تين القشده الطريه ام غزال مدانيتي الكريم فريش دطياب هاي كيسو فروماج ترونشيس هادو اللي كاين هيدا ترونشات ناميه هاي الزيت البلديه دائما قدانيتين ابري هاي ثاني تين معقنوس عندي معقنوس الربيع معقنوس ام غزار مدانيتين غاي دانيتين ركايمون الكمون غاي دا رملاح ملحة غاي دا كركم الكركم غاي دانيتين القرفة القرفة غاي دا غد جوز حايخ وانيتين جوز هانيتين قيل كفار انو تجيشي قليخ ماشي قليخ. هاد اللوز درناه في يعني طيبو في الماء بحال طريقة الكعب غزال، غير هو ما قلاش في الزيت، حنايا درناه في الفران باش يتحمر. ماشي جوج نصيحة تستعمل قراكم ومن الأحسن تجوز وتسنن وتقلا ماشي كي الزيت، أحسن حاجة تسنن مثقوامان، قام مثقوام وغاسقا جبتها هي زدت شي حاجة، قام الكفارنة هذه حمار. وراجا في الحقيقة أحسن زعما صراحة زعما جربتو جا غزال، هايدا في الفران أحسن من الزيت. هايدا غير جبت ليمون. واحد ليمونة الحامض. هايدا ثلاثة بالدجاري. ثلاث بيضات، يلا. روح بسم الله ان شاء الله على بركه الايمان ان شاء الله طريقه هذا اخشكم بسم الله نمسك راس الزيت انا الزيت ام غزه ماميه احنا نديروا شويه الزيت بلديه في المقله دائما بلديه واه هذا نكسيره بالصوت راح نشعل شي حاجه كبيره عادي ام غزه ماميه هذا جاري حمى شي عجب غير شي عجب باش تتبعها تفل المغسق وما تزرب طريقة لأن الفدا والشا يزار مدانيتين يغورو في دوانيتي كسخن دماغها كسخن قبال سيسال كنت ماني سما مليح غير مالا تواليد باش الطريقة هي وطاحن شي حمان كيما غاسقا من ميغاي ديال البستيلا وطاحن شي حمان طاحن صمدانينا غير مالا تواليد منين طيبتهم في الماء جيت نصفيهم خويت عليهم الماء البارد باش يبردوا شويه باش فوقاش نعمر البستيله ديالي يعني يكونوا هما باردين باش ما تقطعش لينا الوريقه ديالنا. دابا نخليو البستيله ديالنا تشحر مزيان غادي نناقم ان شاء الله عرفتوا بسم الله الاخرى اكثر جبد باقله تنضنيت اقازي شي حاجه نزيد دعوه مغزامه 100 هز مقله اخرى عاوتاني دار فيها شويه الزيت بلديه انتما كتشوفوا واش ندير الطوماطيشه ندير فيها المطيشة هي غتشغطوها ونخليوها طيب على مهل بسم الله. من بعد ما كيغسل البصل كتجي تشحر شي حاجة غنضرب من هنا فلفل المغسقة عمار ديال الزبدة عمار عاود هنا مغسلة هنا تشحر
شحرات شويه هذيك البصيله. دابا غندير عليها الفلفله الخضراء والحمراء بجوج. هذا الزغاول ديالي هذه شحال ان شاء الله دابا كيهم داخل ان شاء الله. اخشوم من بعد ما شحام انايا يحمم انايا مغزمه 100 اميال وخا غادي نسى هذاك الشيء غاي داند كفتانين داندي غير غندخل سامي الزهراء هاسك شي حاجه مليح دار الكفته داند ودار شويه د الملحه مود مية 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 بشي بزاف أسكر الكيمون شوية د الكيمون مود مية الكيمون كيمون هذا مليح هاهو أسكر كركم لي كركم كنو ما خصك التوابل بزيادة كماسلش قاش ما إذا تعجبك تستعملو هانيا أخوه مليح مليح أبغيه مع التخليط هانتوما قالكم إلا بغيتو تزيدو شي توابل أخرى زيدوه ماشي مشكل بحال لي بزاف بزاف مليح ولكن وين تقوشيني تواري تجن مليح تواري إذا خصك تحايم بوكوس نكون حسان اخشوم طوماطيش ني من بعد بلا سن نختر واخا طوماطيش مي غير غلانيتين مخزن غلانيتين هاد الشيء شي عاد الملاصقه ها هي الماطيشه ديالنا طابات هاد الشيء شي عاد الملاصقه القرفه جد كتان نزيد القرفه غلانيتين ندير لها شويه ديال القرفه بحال اللي تكون معسله يعني معسله ماطيشه معسله زيد هاكا الشيء بلاتي تجاريني ويدير هنا ثلاثه البيضات معاهم خصو تجبوخ العافية سما تسمد ثاني كي تجبوخ العافية فهمتي من بعد ما تطوش على النار ديروها غير هنا هيدا الى جانب هيدا وديروا البيض ديالكم تخوض مليح عليا مع التخليط كما كتشوفوا نور غادي تخوض مليح هاني مغزل مليح مع التخليط مزيان هاد السيريج نتقن جاي تنقيش دار طارية كريم فريش هاستيك غرانيتين هز واحد معلقة كبيرة ديال قيش دار طارية وديرها هاد خوض غامية كيسحاب مليح مع التخليط مزيان ومخصد حاكم عليه مليح هانيا هاني جي نستعمل شي عجل المراح ندير لها شويه د الملحه غير شويه شي حاجه الكيمون شويه د الكيمون عاوتاني شي شي بزاف شي حاجه هو صافي غادي دوق العافيه شويه شويه العافيه ماشي شي وشي زجاج الله يحطها فوق البوطه على النار بهيله قلبكم مغزمه نيت حتى شويه شويه خزمه يخليها تطيب على مهل غادي كنا اقوى حاجه مع التحريك اخشوم كسير ديال الورقه ني ساس غادي نشنقير وسط هما غزال مليا هانتوما كتشوفو هز الورقه ودارها في الوسط ثاني كي قاد الزبده سبسيقت زعما لا هادي الزبده مذوبه سبسيقت زعما نسق الورقه وصافي وهو زمانية الزبدة واحد فيما لا تقولي هانيا هادي كسير وقت نظني تعاود هاكسير تاني عاوتاني سير خسير المهم يدورهم كاملين
هو خص الطريقه يا مغزل مياه. ايوا ان شاء الله نرجعوا لعندكم. واكل داخل ان شاء الله. بس هو غاس مغزل كلشي من هيا غير نتوما كتشوفوا وغادي تسيري شنتني مزيد لي تاكوس زعما تبان له يا هي ورقه التاكوس عاوتاني ديرها في الوسط مزيد لي تاكوس ديال غير وسط مغزل مياه ها هي الطريقه هي هو ها نتوما كتشوفوا باش تفهمي شوف هانيتين غادي تسيري غير الروز مغزل الروز مياه هادشي صغير ودكشي كلشي غادي نسكي كمية ديال الروز هاديك سير مغاسقة لينا في مين هي غني تجيني ديك سير ديال الخليط خليط كما كتشوفو داك الخليط باش يخلط هاكا الروز لي مغزلنا ليه هاديك سير غير تغنج هاي السير دوز زكان القيش د الطريه تغني واحد ملعقه ونصف ديال القيش د الطريه ديرها حتى هي مع الخليط تاع ليمون تاع شاج الليمون شويش د الليمون هيدا غادي يخلط كلشي خلط غمانه مغزل مياه هما غزال مية هاديك سير مانيا تساس غانيتين هاتساس فين بني لابها ها مية هو دار هداك الخليط كيما كتشوفو داخل غنشوفو كتشوفو الطريقة يعني مختلفة شوية ماشي حنا كنوري لكم غير زعما يعني كل واحد يدير اللي بغاه هو يعني هادي غير كفكرة فكرة ديال الشيف العربي ديال الشيف ديالنا المهم هادي واحد الطريقة مزيانة دابا هادي سير الجوز نزيد الجوز دابا يهز اللوز اللي حمرناه في الفران غازنك زار عام يا مغزرمة مية نديرو من الفوق انا يعطيها لي غير هيدا بركه عليا ما خصني حتى حاجه هامية واخا انا جوج هانيتين عاد نكسي عاود ايش تنوض لي عاود المغسقان تاكوس شوفوا عاوتاني وريقه اخرى ديال تاكوس عطيني خاصه 100 زهره غيديرها عاوتاني هاد الناس دار نفس الطريقه عاود هاديك سي في نفس المول غايدير نفس المول هاديك مواسقة فيني ديو شاف ديو شاف مغزرمة مياه مياه نصف الكمية جيبو بزاف المهم على حسب شحال الزيوت يمكن هو غير شوية قلكم وصافي صافي غنصف الكمية وليتين هاديك هاديكين هادا سير هاديكين اسير نفس الطريقة هاديك سير عاود هنا هني زغير غير صغار هي هانتوما كتشوفو هاديك الساعة وقيش دار طارية عاود زغير عاود يجي جاي يدوز طام قرانت هامي موزا طام قرانت يجي تكون جاي يدوز الماء حتى هنا تكون جاي الماء ملعقة ونصف حتى اثنين ماء اخلط غمانين مية غير هيدا تاكلوها زعما زوينه صراحه عجبتني ياك الشيف ايه مو لقى الطريقه بزاف كي جات طريقه جدا هانيه مغزاميه ها قشوم ها خاوه منين مليح الليمون يحقق ليمون ليمون شويه الليمون هانتوما شويه الحامض قطرات منه أو تخليط نشوف من كلشي مليحة كيفاش وغاد الناس عاود هادي بلا في الطريقة واه تسمع
محمله هو بورتين كيجي جون كنضم مزيان هاميه مغزله مير هاميه هي عاود ثاني دايره نفس الطريقه نفس العمليه نفس العمليه طبقه تسمى طبقه طبقه البرجوازيه طبقه ال هادشي الحمد لله نحمد الله ونشكر على كل حال الحمد لله نحمد الله دائما نشكر على النعمة الناس اللي بغينا يسمح من الدنيا و نمشي كنواس والو دائما قاختي بغينا يسمح هو ها مغزر من مياه سقاره وقتها مياه الطريقه هي تطاف مياه مهم غماط وي يعني نعاود نحن نفس الطريقة عاود ديك الشيء عاود اللوز عاود ثاني اللوز 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 وما أدراك ما اللوز حمية وي طريقة سهلة وما لا هامية بشكل مختلف الشكل نظيف مختلف وخا عاود نفس الطريقة أكسير ديش تنظني تعاود ويس ثلاثة ثان قالو تاع قطع مغزلة لا قلتي مال الأخيرة يعني هامية دايما تمشى حاجة هامية هامية دانيتين غنراح إن شاء الله غنراح غنتجاري ني الطوماطيش ني غير الكريم فريش ثلاثة متجاري الكريم فريش الطوماطيش التان قالو تا مغزرة مية صدقوني يا البنات يعني غير هادي دوقتها عرفتي زعما ما نقول لكمش يعني غير هيدا تاكلوها مع الخبز يا سلام هاني ديك السير شي حاجة نهار ربيع غدا كيداس شوية د الربيع مع كنوس مع كنوس دايما مع كنوس ها مغزرة مية سانو شي حاجة مع كنوس ها مية مع كنوس تجي هو كيس و هذا زكزا ديريكت ها مية مغزرة مية قالكم معكنوس ما طيبش معاه يعني في الاخر يعني ابار هامية اتفرغ دانيتين كلشي مغزر ب 100 نمشي نسرحو على الطبقه ديالنا نسرح كلشي الاخر من بعد ما طرح كلشي ما يعني عاود نفس الطريقه ان شاء الله عاود تجوز عاود خاص الدار عامية شوف نفس الطريقة عاود هامية ها لوخا قايدة واحد شوف قايدة كيفهم دانيتين لوخا دانيتين توكي تسمى قاش نجي توكي نكارو شوف توكي نكارو هو نشد كيغا نستعمل دانيتين كيسو ها مغزر مامية هامي كيسو دابا بقى صعب عندك كيساويت هامية روخا ان شاء الله الطاوي ان شاء الله تقرب ان شاء الله هامية وي كاملة الورقة ديالنا المغزرة هامية ان شاء الله هامية هاك شوف كاع الزبدة نيسا ساقط الزبدة مغزرة هامية كلشي هامية هامية الزبدة ساقط كلشي روخا هاديك السيغة اسكمل فريما لا هاك شوف مهم سيدي نبدا غادي ناخد شي حاجة مغزرة هامية ها تساقمت هادي خير هاديك السيغة غادي تعاود هامية هاك شوف لوخا المهم قالو غادي تكمل مغزرة مية هاك شوف مغزرة مية قالو كمل صافي
مزيان حاول ما تبدلش هذه المليحه اللي فات جوهم تاع الكور المشاعل باش قايا الزبده كيما لا فاري تبدل الزيت ما الزيت تزمين اورا تجاري ما اورا تجاري ما شاء الله سامي يس طريقه يس الزبده هذا هي صافي ان شاء الله نخا هادشي فوق فران ان شاء الله ان شاء الله ندخلوا دابا للفران غادي الفران تحمى ان شاء الله ان شاء الله ونرجعوا لكم ان شاء الله صافي مياه شي بس شويه مغتشعجي بس مياه باش تفركيز مليح تمام نخا تفركيز مليح كل شيء صافي دابا يدخلها للفران غادي الفران ان شاء الله هاك شويه في مابسيلا نيكس خيز بفران من بعد ما تحمى كسختي ديروها 100 وخا هذا نيتين هاد السيرج ديال سيمور زعما 100 هاد السنيتين 100 انتما كتشوفوا دابا غيمشي باش يزوقها تزوقوا المهم هذا زكتش على الجمنت او زعما تاع الجمنت يعني الزواق ولا كيما حبيتوا التزيين على حسب كل واحد والتزيين ديالو كيما حبيتوا نتوما المهم بس غير ماشي حاجه انت مدام مغزومي باش غاسك تجوج يجي تجوج باش غاسي تطف ان شاء الله الطريقه هي مغزومي 100 صافي 100 هادي شي جوج زامور زعما 100 سنتين هز شويه دقائق اللوز اللي حمرناه نتوما كتشوفوا المهم تزيين على حسب ها شوما زاميه مغزر 100 واخا اسك شرطو سيني ونزوقوها في الوسط عاد البلد تزوقها ها هي مغزل ما بياس خير من تعود لاني تاقي الوسط هامية انتما كتشوفوا عود تاني في الوسط انا كنقوم تزيين على حسب وكاين بعض البلاستيك بحال البلاستيك يكون فيه الرخامات الوريدة ديرهم في الوسط حتى هما تقدروا عود تزيينوا بيهم ما مغزل ما بيانيش اقاسي غامية ويدير اللوز في الوسط من بعد فاز وقتها 100 خاص الحاجة إلى مغادرة كاش عاد أنت متعود على سنتين يخص تبسيط ديك 100 خاص تعاود 100 خاص تكامي هادي محلي وضروري أما غزال 100 زوق تي حاجة مهم فيما كاين هو تزوق مهم أقصد المهم العمدة هو ذا المذاق كلشي من هنا تعيق المذاق ها هو التزيين اللي دار الشيف ديالنا كنتمنينا الإعجاب ديالكم المهم حسب المتوفر لديكم في المنزل يلا ما تنسوناش حبيباتي بالتعليق ديالكم الزوينه ولي لايك وشكرا بزاف 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 على مساندتكم لنا يلا اتمنى ان شاء الله راكم تعجب ان شاء الله من داك لي غاميه ان شاء الله باذن الله وخا ان شاء الله فيديو نتمنى ان شاء الله انتم شي عماس ان شاء الله دائما دعم غيرني تعاون من غيرني ان شاء الله باذن الله السلام عليكم ورحمه الله